السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في بث بعد انقطاع طويل. اعذرونا بعض المشاغل ورمضان والأعياد، الله يجعل أيامنا كلها أعياد. اليوم في عندنا إيفنت رحلة من جدة إلى الرياض، عندنا طائرة فينيكس خطوط السعودية 320. قمنا بجلب خطة الرحلة. طيب راح نشبك البوابة، وأيضا راح نبدأ نشتغل نرجع ثاني مرة هنا payload، ونقول له load aircraft. خليها 7 دقائق، راح يبدأ يجيب البيانات من السم بريف. في هذا الوقت نجي هنا عندنا في الاف ام سي او الام سي دي يو، نجي على الفلايت انت ونسوي ريكوست للداتا. كابتن علي الله يحييك، وايضا نرجع لصفحة الانت وايضا نسوي هنا ريكوست، راح يعطينا البيانات. الفلايت نمبر سعودية 033، الكوست اندكس نجيبها من هنا، خلونا بس نبدأ بس نسحب هذه الخرائط ونرجع هنا الكوس اندكس. امبورت فروم سيم بريف، تلاحظون عندنا هنا الكوس اندكس 21 وارتفاع الرحلة راح يكون 39,000 قدم. فالكوس اندكس 21 وارتفاع الرحلة 39، راح نضغط هنا على الالاين ونبدأ نشوف. عندنا هنا الفلايت بلان، عندنا زي ما انتم شايفين الفيول 6.9 طن، الرحلة راح تستهلك تقريبا 3 طن، مدتها ساعة و16 دقيقة. وعندنا طبعا 600 كيلو راح تكون في التاكسي، وعندنا ايضا او التاكسي هنا 230، وعندنا المطار البديل لا سمح الله لو احتجنا راح ناخذ تقريبا 2 طن. خلونا نشوف هنا عندنا بس في الروت، عندنا راح نطلع من 34 سنتر، فنجي هنا نختار 34 سنتر، راح نطلع 34 سنتر، بعدين راح نطلع على اقرب 1 ويسكي، فنجي هنا نبحث عن اقرب 1 ويسكي، هذه
وبعدين نضغط على انسيرت، وعندنا مطار الرياض ان شاء الله راح ننزل على 33 رايت. راح يكون عندنا الستار كابور 1 الفا، كابور 1 الفا. طبعا في مشكلة عندنا في طالع عندي لها فترة في الفلايت سيموليتور انه يسوي كراش كذا، احيانا نص الرحلة احيانا اخر الرحلة، فان شاء الله انه ما يكرش معنا في الايفنت يكمل معنا. طيب عندنا الكيونتش في مطار جدة 1007، هذا بس عشان اسوي الاين. تمام، عندنا 1007. تأكد الطيارة عندنا اللوجو شغال وايضا الناب لايت شغال. خلونا نشبك على الموجة حق المراقب. في عندنا التاور وفي عندنا السنتر، في عندنا ابروش، فاحنا راح نشبك مع التاور. بس خلونا confirm initially climb 4,649. initially climb 6,000 feet. So the 1126 or the 4 to cover 9342. So the 1126 set wind is calm, runway 34 center, clear for takeoff. Clear for takeoff runway 34 the 1126. At hold short runway 34 center, Sadia 00. Sadia 005, land up wait runway 34 center. Line up and wait the 34 center, Sadia 005. طب راح نضبط الخرائط، فعندنا هنا نحتاج الجراوند 10-9 تقريبا، هذه boarding complete اوكي. طيب ممتاز، عندنا هذه راح نخليها بالستار. احنا نتوقع انه راح نطلع من فيكتور، من مايك، بعدين فيكتور، بعدين هوتيل، بعدين راح نطلع من 34 سنتر. طيب عندنا الان الايركرافت لودد، نجي هنا Sadia 1126, contact Jeddah approach, frequency 124.0, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. عندنا 0 fuel weight 55.4 على Sadia 005, wind is calm, runway 34 center, clear for takeoff. البلوك فيول 6.9. طيب نجي هنا للبرفورمانس، ونجي هنا
السنك للود شيت، وأيضا عندنا هنا راح نطلع من 3-4 سنتر، وراح يكون عندنا الباك اون والفلابس راح يكون عندنا 1. طيب راح نشوف الآن سوي كالكوليت. راح تصير عندنا 1 up 0.1، الفليكس تمبريتشر 68، 1.0 بالسلامة يا كابتن. 0.124.0 سعودية 005، شكرا يا كابتن، مع السلامة. يا هلا. عندنا ال V1 132 35 35. راح نطلب كليرنس بعد شوي ان شاء الله. طيب قبل نطلب كليرنس راح نشغل البامب، الفيول بامب، وايضا راح نشغل الاي بي يو. فلاب اوبن، نضغط على ستارت، وممكن ان نبدا الان في طلب الكليرنس. راح نطلب الكليرنس الان من المراقب. جدة تاور، السلام عليكم، دي سعودية 033 with you at gate request IFR clearance to King Khalid International Airport. سعودية 00 correction سعودية 033 عليكم السلام، جدة تاور confirm information bravo on board. affirm bravo on board سعودية 033. سعودية 033 information bravo is correct, you are clear to destination الرياض ان شاء الله via egrip polanski departure runway 34 center squawk 3546. Roger, clear to King Khalid International Airport via Egrib. Departure 34 Center, Squawk 3546, Saudi 033. City 033, read back, correct, about 34% start. Roger, I will call when ready for departure, for push and start, Saudi 033. اوكي عندنا الان 3-4-4-6-3-5. جدة تاور، السلام عليكم، جوردانيا 703. جدة تاور، جوردانيا 703، هاو دو يو ريد؟
Jordanian 703 radio 595 Bashir Masasab. Copy that, Jordanian 703 IFR to Queen Alia, ready to copy clearance with information Bravo current. Jordanian 703, information Bravo is correct. You are clear to destination Alia. Via Mikda 1 Whiskey departure, departure runway 34 center, squawk 5251. اوكي الان راح نفصل الخدمات الارضيه. كويت 619 بوش باك اند ستارت اب بروف فيسينج ويست كيونيت 1007 ويست كيونيت 1007 كويت 619 ثانك يو سعودي 050 ريكوستنج تاكسي تو رانينج 34 سنتر سعودي 1050 تاكسي تو هولد شورت رانينج 34 سنتر via Alpha Uniform Golf Golf 1. Alpha left uniform right to Golf and then Golf 1, Saudi 1050. Jordanian 703, did you copy, sir? Jordanian 703, please repeat your last transmission. Jordanian 703, did you copy the exit clear? Can you please repeat the clearance? Okay, أنا جاهز لكن ما انتظر يخلص. Roger, Jordanian 703, you are cleared to destination Alia via Mekta 1 Whiskey departure, departure runway 34 center, squawk 5251. Roger, clear to destination Alia via the Mekta 1 Whiskey departure, runway 34 center, squawk 5251 for Jordanian 703. Jordanian 703, read back is fully correct, report ready for Spam Star. Jeddah Tower, this is Saudi 033 and ready for push and start. Saudi 150, Windows call, runway 34 center, clear for takeoff. Clear for takeoff, Saudi 150, runway 34 center. Saudi 033, push back and start is approved. Push and start is approved, Saudi 033. East Kennedy 1007. Saudi 1050 requesting clearance for passing runway 34 left. Saudi 1050 clear to cross runway 34 left and after that continue to taxi via Uniform Golf Golf 1 to hold short runway 34 center. Clear for cross runway 34 left for Uniform. جدة تور السلام عليكم الله بخير يا 119 ريكوست كريون و كين خان انترناشونال شغل المحركات سعودية 119 نار جدة تور يمسك بالنور والسرور كونفيرم انفورميشن برافو امبورت كونفيرم انفورميشن برافو سعودية 119 سعودية 119 يو ار كلير تو ديستنيشن رياض شام الجوابية في اي جروب 1 ويت لاست يا راسب باب تان مي 3-4 سنتر اند سكواك 3-5-3-5 كيف تدستنيشن ان شاء الله رياض انترناشونال ايربورت وذ فلات ليفل 330 رنوي 3-4 سنتر في الديباتشر اي جروب 1 ويت Squawk 3535 for Saudi 119. Saudi 119, read back is fully correct, report ready for bus and start. To you soon, inshallah, Captain.
السعودية 150 contacted approach frequency 124 this message مع السلامة كيف جدة فروش 124 this message مع السلامة يا السلامة حياك السعودية 033 ready to taxi السعودية 033 تاكسي تو هول شورت رانوي 34 سنتر في ليما 5 ليما ويسكي هوتل 1 روجر تاكسي تو هول شورت 34 سنتر في ليما 5 ليما ويسكي هوتل اند هوتل 1 سعودية 033 اوكي الان ان شاء الله راح نمشي على الطريق اللي اعطاني اياه Saudi 105, just a question if you have time. Saudi 1050, go ahead, sir. Now, after departing, after being airborne, do I switch directly to departure or you will give me the permission to switch? التقيد بالإشارات المضاءة والإعلانات الملصقة You will report to airport after that I will switch you to the approach يرجى التأكد من وضعية اليدوية في الأدراج العلوية أو تحت المقعد الذي أمامكم مع اتخاذ الحيطة والحذر عند فتح الأدراج تفاديا لسقوط الأمتعة 2619 of text to hold short runway 34 center via golf 4 correction kilo 4 hotel 1 لسلامتكم يمنع استخدام أجهزة الهاتف الجوال والأجهزة التحكم قبل استخدام أي أجهزة إلكترونية أخرى يرجى إبلاغ أحد ملاحي المقصورة يجب أن تكون حسبة المقاعد مربوطة الآن لربط الحزام ادخل النهايتين المعدنيتين في بعضهما وشد الحزام في حال انخفاض الضغط داخل المقصورة سوف تسقط أقنعة الأكسجين أمامكم تلقائيا سارع بتناول أقرب قناع إليك وشده إلى الأسفل ثم ثبته على الأنف والفم ضع قناعك أولا ومن ثم يمكنك مساعدة الآخرين في وضع أقنعتهم أبقي القناع إلى أن يبلغك ملاح المقصورة بنزعه في حال الهبوط الاضطراري يرجى اتخاذ وضعية الانحناء إلى الأمام توجد مخارج للطوارئ على جانبي الطائرة الرجاء تحديد أقرب المخارج إليك الآن إذا كان إخلاء الطائرة وإذا تبغى ساوث برضو عادي قبل مغادرة الطائرة يجب خلع الأحذية ترك جميع الأغراض الشخصية التوجه إلى أقرب المخارج ثم استخدام الزلاطة نجاة في كيس تحت مقعدك البس السترة من جهة الرأس اربط الحزام حول الخصر سعودية 050 approaching 34 center عند المخرج سعودية 1050 windows call runway 34 center clear for takeoff departure airport ثم اتبع تعليمات الملاحين wind call clear for takeoff 34 center سعودية 1050 لمزيد من المعلومات سعودية 1180 إذا أردتم أي مساعدة يمكنكم استدعاء أحد ملاحي المقصورة استعدادا للإقلاع المرج والتأكد من أن تكون أحزمة المقاعد مربوطة وظهور المقاعد وملحقاتها في وضعها الأساسي وستائر النوافذ مفتوحة يمنع التدخين منعا باتا ويشمل ذلك السجائر ضد التوال سعودية 708 رانوي 34 لف ديسنت 1000 فيت شكرا سعودية 708 ويندوز كالم رانوي 34 لف كلير اوكي يعطيك العافية كابتن انا واصل الان مرحلة الهبوط The regulations of the General Authority of Civil Aviation requires passengers to comply with lighted signs, posted placards, crew members' directions, and the following safety demonstration.
Kuwaiti 619, hold short. Please make sure that your hand baggage is stowed in the overhead compartment or under the seat in front of you. Exercise extreme caution when you open the overhead compartment to avoid falling of items. Placing baggage near the exit doors or in the house is not allowed. The use of the mobile device is strictly prohibited. To use any other portable electronic devices, please inform one of the flight attendants. Your seat belt must be fastened now. To fasten the belt, insert the metal fittings one into the other. So this is one. أقلعت مرة ثانية فيها خلل الطيارة. In case of a decompression in the cabin. 708 روجر كنت تجد approach frequency 1240 بالتوفيق يا كابتن. العافية. In the event of an emergency, please assume the bracing position. There are emergency exits on either side of this aircraft. Please take a moment to familiarize. If an evacuation is necessary, guiding lights will illuminate to guide you to the exit. Prior to leaving the airport, remove your shoes. سادية 1050 كنت تجد approach frequency 1240 بالسلام 1240 تقلعها فيه مع السلام يا حالي At the exit, inflate the life vest by pulling the tabs down or blowing into the tubes at the top. Then follow the flight attendant's instructions. For more information, please read the safety card in the seat pocket in front of you. If you are seated next to an emergency exit, please read the instructions illustrated there. If you need any assistance, don't hesitate to call one of our flight attendants. In preparation for takeoff, please make sure your seat belts are fastened. Seat backs and accessories are in their upright position, and all window shades are open. Smoking is strictly prohibited, including electronic cigarettes. Tampering with the smoke detectors in lavatories is prohibited. Quick, 619, Windows calm, runway 34 center, clear for takeoff. Thank you for your attention, and we wish you a pleasant flight with Saudia. Saudia 033, behind traffic lineup and wait runway 34 center. Roger, behind traffic, line up and wait at 34 center, side 033. Ladies and gentlemen, the text you are about to hear is a supplication which Prophet Muhammad, peace be upon him, used to pray upon traveling. سادية 119 احنا ما عرفنا بحاجة في 6 ساوت ولا نور ساوت تمام يا كابتن سادية 119 تاكسي تو هولد شورت رانوي 34 سنتر في كيلو الفا كيلو 2 هوتيل فوكسترات هوتيل 1 فيا كيلو ألفا كيلو 2 هوتيل فكرة هوتيل 1 فكرة اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وقلة المنظر وسوء المنقلب في المنظر كنت تجد أبروت فريكونسي 1240 بالسلامة كابتن حياك شر 1240 يعطيك العافية مع السلامة منتظرين يعطينا اذن الاقلاع جاهزين باذن الله
تاور جوردانيان 703 ريدي فور كويشن ستار. جوردانيان 703 ستاند باي بليز. Jordanian 703 negative sir, stand by, hold position. Holding position, Jordanian 703. Sadia 033 went to scan runway 34 center, clear for takeoff. Clear takeoff 34 center, Sadia 033. بسم الله توكلنا على الله. V1 rotate. Sadia 033 contacted the approach frequency 124.0 بالسلامة بسيادة حياك. Roger 124.0 يعطيك العافية شكرا كابتن. يا مرحبا. 1050 يعطيك العافية. الله يحفظك. جدة بورت السلام عليكم دي السعودية 0033 outbound جدة on 3000 feet. سعودية 033 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ريدار كونتاكت كابتن كابتن ليفل 1 لاينر 0 دايركت اقرب. 1 لاينر 0 دايركت اقرب سعودية 033. كوية 619 of contact the control 134.3 from our lock. 134.3 يعطيك العافية مع السلامة. 619 السعودية 033 contact the control 134.3 في امان الله. 134.3 في امان الله يعطيك العافية كابتن. سعودية 033. Sorry, 1050, continue climb final 390. Confirm, Saudi.
negative. I'm calling Freddy 1050. Continue climb final level 390. Saudi 1050, continue climb flight level 390. Kuwait 619, Arjun, the control radar contact. Initially climb flight level 240. Saudi 1024 approach, contact 120.0, بالسلام. Roger, Riyadh approach 118.6, يعطيك الكافية كابتن. Negative 120.0. Roger 120.0, thank you. Jeddah Center, السلام عليكم. This is Saudi 033 with you climbing 9000 feet to 190 feet. سعودية 033 عليك السلام جدا. Control radar contact. Initially climb flight level 200. Roger, climb flight level 200, سعودية 033. اوكي, هو قال يطلع على 20,000. سعودية سندر, this is سعودية 01, we are ready to descend. Saudi 01, descent flight level 250. 250, Saudi 0. Gulf Air 505, no ATC speed restriction. Roger, no speed restriction, Gulf Air 505. Saudi 23, Jeddah control. Kuwaiti 619, continue climb final level, correction, continue climb flight level 290. 290, Kuwaiti 630, continue climb flight level 250. Roger, 250, Saudi 033. عليك السلام فريق 119, أرجو the control radar contact. Initially continue climb or runway heading flight level 190. فريق 119, fly direct position, Egrib. Direct Agrib, Saudi 111. Kuwaiti 619, continue climb, final level 370. Final level 370, Kuwaiti 619. Saudi 033, continue climb, final level 390. Final flight level 390, Saudi 033. Saudi 119, continue climb, flight level 250. Continue climb 250, Saudi 119. Saudi 801, contact approach frequency 120.0, assalam. Call 120.480, thank you very much, sir. Bye-bye. Anytime, Gulf Air 5051, Freddy descent flight level 250, report cleaving. Say again, the descent, Gulf Air 505.
250 once ready ان شاء الله report leaving ان شاء الله من ready descend 250 قال 505 for report leaving just checking let's say 370 قطر 13 انا روان جدا كنترول go ahead report mach number 0.82 roger فادية 23 report mach number roger thank you هاي قال فير 505 leaving flight level 370 descending 250 روجر يعطيك العافيه الله يعافي سريع 119 continue climb final level 330 continue climb flight level 330 سعودية 119 عراقي 777 expect fixes على approach runway 3 power left Approach 3-4 left. Can I get 3-4 right please? Of course, من عيوني 3-4 right. Expect ILS إن شاء الله بيكسر. تسلم يا طيب. سعودية 1046 report mach number 0.78 سعودية 1046 fly 0.76 reduce mach 0.76 سعودية 1046 قطر 1391 reduce 2.76 76 قطر 1391 كده control كويت 619 request I want to leave the cockpit 3 minutes. Roger, take your time, yeah, any. What yes. And so there 2-3 double check inshallah. Flying 0.76 confirm. Roger, Risak is clock 3564. Request descent, Saudi 1046. Roger, stand by, we'll call you back short. The control level service 238. Reservice 238, Jeddah control, radar contact, flight level 150. Initially, continue climb flight level 300, we'll call you back for further. Roger, climb by initially 300.
3146, initially descent flight level 350. Descent flight level 350, Saudi 1046. Gulf Air 505, approach frequency, contact 1200, assalam. Approach 1200, يعطيك ألف عافية الشيخ ومع السلامة. يا أهلا وسهلا. هلا فيك. سريع 046 descent flight level 300. Descent flight level 300 سريع 046. Saudi 1050 requesting 10 minutes of break. Roger, check your time. Thank you. Air service 238, continue final level climb 350. Continue 350, air service. The Jeddah Control, Thai Asia 121, climbing passing 2000 feet airborne from Oscar Echo Delta Foxtrot. Thai Asia 121, Jeddah Control, radar contact, continue climb, runway heading, flight level 280, call you back. Tower level 280, Thai Asia 121. Ready for descent, Qatar 1391. Qatar 1391, initially descent flight level 350. 350, Qatar 1391. Qatar 1046, continue descent flight level 270. Qatar 1046. Descent flight level 270, Qatar 1046. Saiyaja 121, fly direct position Pusra. Papa, uniform Sierra, Romeo Alpha, Pusra. Direct to Pusra, Saiyaja 121. Sidek and roll, Kuwait 609, back to the cockpit. Welcome back, Kuwait 609. Area 23, initially descent flight level 340. Area 1046, continue descent flight level 250. Descent 250, Area 1046. Qatar 1391, continue descent flight level 300. At level 300, Qatar 1391. Jeddah Control, Assalamu Alaikum, Jordanian 703, altitude 6,000 feet. Jordanian 703, Alaikum, Assalam, Jeddah Control. Recycle, clock
5200, الله يسعدك. Jeddah control, please say again for Jordanian 703. Squawk 5200. 5200, Jordanian 703. Jordanian 703, Jeddah control, radar contact. Turn right direct Egrib. Correction, confirm destination Queen Ali? Queen Ali is confirmed for Jordanian 703. Roger, fly direct Migda, climb final level 340. Fly direct Migda, flight level 340, Jordanian 703. Jeddah control, please confirm transition altitude, flight level 150 for Jordanian 703. 13,000 feet, inshallah. 13,000 feet, Jordanian 703. Qatari 1391, descent 250. 150, confirm. 250. 250, Qatari 1391. Saudia 23, descent, flight level 310. Area 1046, descent flight level 240. Confirm bus transmission for Sadia 1046. Affirm 240. Descent level 240, Sadia 1046. Confirm transition speed, Sadia 1046. What's your speed now? Say again? What is your speed now? Currently you are at 270, Saudi 1046. Maintain 270. 270, Saudi 1046. Saudi 1046, approach, contact 120.0, Assalam. أبروش إن شاء الله 1-0 يعطيك العافية عبد الله مع السلامة سعودية 1046 يعافيك يا أهلا وسهلا بلاك بريك سعودية 23 كنتيني ديسنت فلايت ليفل 250 250 Qatari 1391. Roger, maintain, we'll call you back. Qatari 1391, report speed. Now reducing 260 Qatari 1391. Roger, 260 and contact approach 120.0. في ذات contact approach 120.0 قطري 1391 شكرا كابتن تسلم مع السلامة ready for descent سعودية 005 سعودية 005 initially descent flight level 350 350 سعودية 005
Saudi Hotel 3 report speed. Roger, 260, maintain. Sorry, 1126, confirm ready for descent. Ready, 1126, going to the Mount National Airport. Roger. Sorry, 1126, flight direct position, Muzri. Flight direct position, Muzri. Sharia 005, descend flight level 250. 250, Sharia 005. Sharia 23, approach frequency contact 123.0, correction 120.0. Iraqi 777, Jeddah control. Go ahead. Fly direct, inshallah, position Passer, Papa, Alpha, Sierra, Uniform, Romeo, Passer, then position Alpad, Alpha, Lima, Papa, Alpha, Delta. هاي الرادلة واحد يكتبها حبيبي. بس غالي والطلب رخيص ابشر. ابعث لي اياها مسج من فضلك. Taija 121 contact Kuwait control 125.3. 125.3, good day, thank you, 121.
Jet control, Iraqi 777, please. Go ahead. كابتن, هاي المحطات اللي اعطيتني اياها وحياتك ما موجوده على الاف ام سي مالتي. مو مشكله, اذا اكسبكت فيك سبورت في فرايد. انا مستمر على الجدول مالي واخبرك بالجنان, يعني ترى الاف ام سي صار بعطل ما اقدر استخدم الهيدنج, يعني اني ادفع على الخط وامشي عليه. ما في مشكله, دنت فور ان شاء الله فيكتور. وبعد شوية راح أبلغك على ready for descent بعد شوية. ما أعرف شو صار, قفل الـ FMC. ما في مشكلة يعني. Ready, six, one, nine, or did the control? Go ahead, go ahead, 6-1-9. Report mark number? Mark number 0.78. Roger, 7-8, and Sharia 150, report mark number? Sharia 150. Sharia 150, Jeddah control. Report your MAC number, sir. 0.773 2709. Confirm, say again, MAC number only. 0.773. Able to fly 75? 75, 0.150. Roger, fly 0.75. 0.75, 0.150. Kuwaiti 619 reduced to 0.76. 76 Kuwaiti 619. Sharia 1126 expect Victor Zalif approach runway 3 forward left in Dammam, inshallah. Okay, Victor, runway 3 forward left in Dammam, inshallah, Sharia 1126. Your service 238, the service terminated, unit commented to decimal 8, have a nice flight, Masala. 1228, thank you for service, Bar Salam, ciao. Set the control for my com and red 711, climbing 2340, inbound Kilo India Alpha. Emirates 011, alaikum salam, did the control radar contact, flight level 163, continue, final 340. Continue, final 340, Emirates 011. Sharia 005, approach frequency contact, 120, decimal 0, masalam. 120, decimal 0, Sharia 005, thank you, bypass. Jeddah Center, this is Iraqi 777, ready for descent. Iraqi 777, initially descent flight level 150. 150, Iraqi 777.
جدة سنتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السعودية 5077 فلايت لفل 8000 فيت. Three 5077 عليك السلام. جدة كنترول رادار كونتاكت باسنج 8500 كونتينيو كلاب فلايت فاينل ليفل 390 رايت دايركت اجرب. دايركت اجرب كونتينيو فاينل فلايت ليفل السعودية 5077 كونفيرم 390 السعودية 5077 Iraq 777, maintain current heading, descent to 1,000 feet, QNH 1007. Maintain current head, but which level, please? Current heading, 1,000 feet to descent, QNH 1007. 1,000 feet, Iraqi 777. كابتن عبد الله السلام عليكم. I will be out of the cockpit for half an hour please. Half an hour too much. طيب 20 minutes ان شاء الله. Roger, take your time. Thank you sir. سريع 150 جدا كنترول. سعودية 150 جدة كنترول. Go ahead سعودية 150. Confirm number operation. سعودية 150 say again. Normal operation قاعد تختفي وترجع مرة ثانية. Normal operation. No only landing and off. Say again. Yes normal operation. Roger يعطيك العافية. سعودية 1050 جدة كنترول. سعودية 1050 جدة كنترول. جدة كنترول السلام عليكم. عمان 350 2000 passing 2000 feet اقرب 1 whiskey. Confirm station calling عمان 4350. أيفهم. عليك السلام جدا كنترول رادار كونتاكت ران واحد كنتينيو كلايم فاينل كوركشن كنتينيو كلايم فلايت ليفل 150 انيشال كنت كلايم فلايت ليفل 150 معنا 435 عراقي 777 كنتينيو ديسنت 9000 فيت 9000 فيت عراقي 777 And now all stations stand by. I will be back inshallah in 1 minute. Copy Saudi 119. Copy Iraqi 777.
and back to the controlling Oman Air Forward 350, right direct to Igrib, continue climb 250. Direct Igrib, continue 250, Oman Air Forward 350. Zero control, Sadia 1126, ready for descent. Sadia 1126, initially descent flight level 150. Descent to 150, Sadia. Iraqi 777, fly heading 220. Heading 220, Iraqi 777. 31050. 31050, confirm ready for descent? Yes, sir, ready for descent. And confirm flying direct to cover, inshallah? Yes. Roger, direct cover, descent initially to 50. I descend or what? Affirm, are you ready for descent? Yes, yes, but what level, yani? 250. Okay, so they on 050 descending flight level 250. Give right 011 to get the cockpit 5 minutes. Confirm 10 minutes. Negative 10 minutes. Roger, take your time, but I believe you are about to start descent shortly. Iraqi 777, descent 5,000 feet. 2,700 feet, climbing 6,000 feet, Oman Air 4389. Iraqi 777, descent 5,000 feet. 5,000 feet, Iraqi 777. Oman Air 4389, alaykum salam, Jeddah control, radar contact. Continue climb on runway heading, flight level 150. Continue climb on runway heading, flight level 150, Oman Air 4389. Oman Air Forward 350, Forward 350, climb final level 370. Continue climb final 370, Oman Air Forward 350. Oman Air Forward 389, climb flight level, confirm requesting 280 as final. Yes, our final flight level is 280, Oman Air 4389. Roger, you are flying east, sir, so it must be an odd number. Confirm requesting 290 or 270, which one would you like? 290, please. Roger, direct Igrib, fly final 290. Please repeat the direct for Oman Air 4389. Igrib. Direct Igrib, Oman Air 4389. And climb final 290. Climbing final 290, Oman Air 4389. Iraqi 777, descent 4,500 feet. 4,500, Iraqi 777.
Sadia 1126 after position Muzri, fly heading 090. Sadia 1126. After position Muzri, fly heading 090. Can you repeat please? Because after Muzri, the position Muzri, fly heading 090. After Muzri, heading to 090. Iraqi 777, descend 3,000 feet. 3,000 feet, Iraqi 777. Iraqi 777, clear right, heading 310. 310, clear left approach 34 right, report established. 310, Iraqi 777. Sharia 150, confirm ready for descent. Sharia 150, ready for descent. Sharia 150, descent flight level 250. Emirates 011, Jeddah Control. Jeddah Control, Kuwait 619, we are ready for descent. Kuwait 619 are initially descent flight level 230, correction 320. Sadia 150, cancel ATC speed restriction. Sadia 150, say again. No ATC speed restriction. No ATC restriction, Sadia 150. Quite a section, manner, cancel ATC speed restriction. Roger, cancel speed restriction. How? Coalition, man. Sharia 1050, approach contact 20.0, and salam. Approach, two stations at the same time. Sharia 1050, approach contact 20.0, and salam. Iraqi 77, ILS established. Iraqi 777, contact tower 19.2, and salam. شكرا حبيبي, شكرا عبد الله. العفو يا عيني. السعودية 033 ready to descend. الناينر جدا.
say give for Kuwait 609. حبيبي انا ديسنت فات ليفل 250. 250 ان شاء الله افتر مزري رايت هيدنج 090 and continue descent 9000 feet QNH 1005. Okay, maybe we heading 1090 and continue descent to 9000 feet and QNH is 1005. Saudi 033 ready to descent. Frequency 120, decimal 0, select. Give the center, the Saudi 033 ready to descent. Two stations at the same time. Saudi 033, confirm calling. Saudi 033 ready to descent. Sir. Descent at level 250. 250, Saudi 033. Saudi 119 ready for. Saudi 119 are standby for descent. Call you back shortly. الآن بدأ هبوط تدريجي، بقينا على المطار 100 نتكال مايلز، إن شاء الله يعني متوقع وصولنا بعد، أنا ما أدري البيانات كلها اختفت من هنا، لكن متوقع إن شاء الله خلال نص ساعة بكثير نكون وصلنا إن شاء الله، أو أقل يعني 20 دقيقة. Saudi 119 are descent initially flight level 280. Say again for Saudi 119 please. 280 يعني. 280 Saudi 119. Saudi 1126 continue descent 5000 feet. Kuwaiti 619 approach frequency contact 120.0, Missalam. 120.0, my salam, Kuwaiti 619. Sharia 119 or continue descent flight level 250. Sharia 119 to confirm 250. أعزائنا المسافرين، من أجل سلامتكم وراحتكم. أمرت 011 جدة كنترول. أوه.
المرجو العودة إلى مقاعدكم. ربط أحزمة المقاعد. إعادة ظهور وملحقات المقاعد إلى أوضاعها الطبيعية. إبقاء ستائر النوافذ مفتوحة. التأكد من إطفاء الهاتف الجوال وكافة الأجهزة الإلكترونية الأخرى. Ladies and gentlemen, in preparation for landing and for your safety and comfort, please return to your seats. Fasten your seat belts. Keep your seat backs and accessories in their original positions. And all other electronic devices are switched off. Welcome back. سعودية 033 contact approach 120 decimal 0 السلام. سعودية 033 DD copy. رياض approach السلام عليكم للسعودية 033 flight level 250. Sadia 150, descend 7000. Descend 7000, Sadia 150. Kuwaiti 619, descend 9000 feet. 9000 feet, Kuwaiti 619. Sadia 033, Riyadh, alaikum salam, identified. Descend altitude 11000 feet, QNH 1013, ILS 33 right, Radar Victor. Roger 110. Local QNH 1013 right for landing Saudi 033. And maintain present heading. Roger, present heading Saudi 033. King Khalid approach, salam alaikum, shakallah bil khair, listen to your number 9, 5. Saudi 119 Riyadh, hala alaikum salam, Shanur, I to 5 25011. Continue descent 11,000 feet. KNH 1013, ILS 33 right, radar vectors. Descent 11,000, KNH 1013. Saudi 1050, left heading 060. Yes, left heading 060. Saudi 150, descend 5000. Descend 5000, Saudi 150. Okay, I'll approach, go to 609, confirm KNH 1013. Affirm KNH 1013, turn right heading 110, descend 7000. 110, 7000, go to 609. And Saudi 033, descend 9000. 9000, Saudi 033. Saudi 1050, left heading 360. Clear the ILS runway 33 right approach. Left heading 360, clear the ILS approach runway 33 right, Saudi 1050. Saudi 033, turn right heading 100. Right heading 100, Saudi 033. Saudi
Saudi 119 are after cover, continue present heading. Kuwaiti 619, speed 250. 250, Kuwaiti 619. Saudi 150, turn left heading 060, speed 190. Speed 190, left heading 060, Saudi 150. Kuwaiti 619, continue descend and maintain 5000. 5000, Kuwaiti 619. Saudi 033, descend 7000. 7000, Saudi 033. Saudi 1050, establish runway 33 right. Saudi 1050, tower 118.16, safe landing, Marshallon. Take a look at Marshallon. Saudi 119, continue descend 9000 feet. استعدادا للهبوط. المرجو العودة إلى مقاعدكم. ربط أحزمة المقاعد. Kuwaiti 619, speed 220. إعادة ظهور وملحقات المقاعد إلى أوضاعها الطبيعية. إبقاء ستائر النوافذ مفتوحة. التأكد من إطفاء الهاتف الجوال وكافة الأجهزة الإلكترونية الأخرى. Ladies and gentlemen. In preparation for landing and for your safety and comfort, please return to your seat. Saudi 119R, right heading 090. Keep your seat backs and accessories in their original positions. Keep your window shades open. Make sure your mobile and all other electronic devices are switched off. Saudi 150, left heading 360. Clear the Al Asrat, right approach. Left heading 330, clear the Al Asrat, 330 right, Saudi 150. 360, Saudi 150. Kuwaiti 619, left heading 060. 060, Kuwaiti 619. Saudi 033, descend and maintain 5000. Descend 5000, Saudi 033. Kuwaiti 619, left heading 360. Clear the Al-Asrat runway 33 right approach. 360 and clear the Al-Asrat 33 right. Confirm heading 036.
360. Sorry, 360. Sadia 033, speed 250 or less. Speed 250 or less, Sadia 033. Sadia 033, left heading 060. 060, Sadia 033. Your discretion, no problem. Free speed. Thank you. Sadia 033, speed 1900. Speed 1900, Sadia 033. Sadia 150, confirmed established. Sadia 150, confirmed established. 150, established for me, 339. Sadia 150, tower 118.6, safe landing, Masalama. 118.6, Sadia 150, Masalama. Sadia 033, speed 180. 180, Sadia 033. Okay. Sadia 119, descent 5,000 feet. Down to 5,000 feet, Sadia برج المملكة وهذا برج الفيصلية. رياض برج كويتي 619 استابلش رنوي 3 كويتي 619 تاور 118.6 سيف لاندنج مع السلامة. 118.60 يعطيك العافية مشكور. Sadia 033, no more speed restriction, free speed. Roger, Sadia 033. And Sadia 033, left heading 360, clear Dallas runway 33, right approach number 3. Well, left heading 360, ILS runway 33, right, Sadia 033.
Sadia 119, heading 080. Heading 080, Sadia 119. Answer 033, establish 33 right. Sharia 033, tower 118.6, if landing was wrong. 118.6, مع السلامة يا العافية كابتن، شكرا. رياض تاور، السلام عليكم، the Saudi 033 for established 33 right. Saudi 033, continue approach 33 right. Continue approach Saudi 033. Sadia 1051, confirm, are you able for expedite expedite takeoff 33 right? Negative for now. I'll be ready in 1 minute. Okay. We have tower one with the case of 2 Kuwaiti 619er, taxi to gate 25 via Sierra Rice Echo. That's the gate 25 via Sierra Light Seeker Kuwaiti 6-1. Kuwaiti 1054, ready for immediate. Sadia 1051, wind is 330.7 knot, runway 33 right, clear for immediate takeoff. Sadia 033, go around, maintain runway incline 8,000 feet and contact approach 120. Go around, Sadia 033, and contact approach 120. Riyadh Pro, السلام عليكم, the Saudi 033 again, go around. Saudi 033, 10 right heading 060, immediately. Right heading 060, Saudi 033. Sadia 033, climb 5,000 feet. 5,000 feet, Sadia 033.
Yeah, the port, assalamu alaikum, Sadia 1051 with you, passing 4,900 feet, climbing 6,000 feet, one runway heading. Stadium 051, Riyadh, alaikum salam, identified, climb flat level 240, direct Durma. Climb flat level 240, direct Durma, Sadia 1051. Stadium 119, left heading 360, clear the ILS runway 33, right approach. Sadia 033, right heading 145. Sadia 119, Taman 118, decimal 6, safe landing, mashallah. اخوي علي بي سي هذا مش اكس بوكس بي سي. Sadia 1051, contact the center 134, small 3 miles. 134, the 4th grade, 2 4 0 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
Saudi 033, right heading 300, clear Dallas runway 33 right approach. Roger, right heading 300 and clear ILS 33 right, Saudi 033. هذا أستاذ الملك فهد يقول استابلش 33 رايت ساوند 033 سادية 033 كونتاكت تاور 118.6 سيف لاندنج مع السلامة 118.6 ساوند 033 ثانك يو يا طاور السلام عليكم دي ساوديا 033 فور استابلش 33 رايت ساوديا 033 ساوديا 033 كنتوني ابروتش 33 رايت كنتوني ابروتش 33 رايت ساوديا 033 119 taxi to stand of your choice. Bye-bye. سعودية 033 ويندوز 330 انتر ناي 33 رايت كليفلاند معليش القهران كليفلاند 33 رايت الله يعطيك العافية كابتن الله عادي الله يسلمك Gear down. Flaps 2. Flaps 3. And perhaps full. One thousand, my airplane. Hundred above.
Yeah, Tower, assalamu alaikum. This is Adil 521, stand 404, Airbus 320 new, request clearance for IFR to destination. Kuwait Airport, inshallah. 200. Adil 521, clear to Kuwait as 5. Climb for departure 33 right after departure. 100. Maintain runway heading, climb 8,000 feet, and squawk code for 232. 50, 40, 30. See again, please, for sequence. 5. Adil 521, squawk code 4232. 4232. What's your credit for the destination Kuwait Airport? Runway notes for departure, inshallah, 33 right after takeoff initial 8,000 feet, squawk 4232, Adil 521. Sorry, 033, runway vacated. Sadia 033, welcome to King Khalid Airport. Taxi to gate of your choice. Gate of my choice, side 033, thank you. At gate 25, from the international. Sadia 119, Sutian Command to Lake North. Sadia 161, Khalid Tower is closing right now, contact Jeddah Control 134.3. As-salam. Shukra li hadratak ala al-ATC, we'll contact Jeddah Control 134.3. Shukra, shukra li, kulaylik sa'idi ya tawil al-amr. Ya kallah. Adil 521. Khalid Tower is closing right now. Contact the control 134.3 Nasser.
33033 hard door is closing right now, switch in coming to 2008 مثلا. سويتش يونكم الله يعطيك العافية كابتن ما قصرت. تصبح على خير. تصبح على نور. على السلامة كباتن. الآن راح نفصل. شوف نشوف الجي بي يو. الشخص الله يعطيكم العافية كباتن ونشوفكم إن شاء الله في بث جديد. لا تنسون من اللايك وأيضا اشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات. يعطيكم العافية في أمان الله.